إلى البندر في شهر نيسان، نشتي نبيع الكل كل والهال. رحنا إلى البندر في شهر نيسان، نشتي نبيع الكل كل والهال. ضيعتنا كل وصبح في هيمان. زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن. يا طائرة طير على بن عدن عدن، هب الهوى عدني، أهدى نسيم الحب لليمني، من البريق لاحيا وطنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي هنا عدن على قناة يمن شباب. كالعادة نبدأ معكم أولى فقرات البرنامج وفقرة معالم عدنية، فكونوا معنا. كثيرا ما تحدثنا عن المعالم الأثرية في مدينة عدن وبالتحديد في مدينة كريتر، هذه المدينة العريقة التي يمكن أن نطلق عليها عدن القديمة. أما أحياء هذه المدينة فلنا حق في أن نتحدث عليها وأن نخصص لها وقفة في هذه الفقرة. اليوم سنتحدث معكم عن حافة الطويلة. الحديث عن أحياء عدن لا يقتصر على معالمها فحسب، فذاكرة هذه الأحياء مليئة بالأسماء اللامعة من نجوم العلم والأدب والفن. ففي إحدى حلقات برنامج هنا عدن تحدثنا بشكل موسع عن سهرج الطويلة بعلن، فقد ارتبط هذا المسجد اسما ودورا بالمنطقة التي شويد فيها حي الطويلة. ارتبطت الكثير من حوافي عدن بأسماء روادها، أما حافة الطويلة بكريتر فقد ارتبطت بأحد أبرز المعالم التاريخية في محافظة عدن وهو سهرج الطويلة. فأيا كان جنس الزائر لمدينة عدن فإنه حتما سيمر على هذا الحي، كونه كان يقصد سهرج الطويلة وهو لا يعلم بأن هذا المعلم العظيم اشتق اسمه من اسم الحي، إذ يعتبر حي الطويلة بعدن أحد أشهر وأقدم الأحياء بمدينة عدن، وسبب تسميتها بالطويلة لم تعرف حتى يومنا هذا، فقد أرجعها بعض المؤرخين المهتمين إلى كونها منطقة مرتفعة عمن سواها طولا، بينما أرجع آخرون سبب التسمية إلى كونها حاضنة أطول مجاري للمياه في المدينة والممتدة عبر الجبل إلى البحر. وقد ورد ذكر الحي عند معظم المؤرخين بمنطقة الوادي أو وادي الطويلة، فتاريخ الوادي موغل في القدم، إذ ربما يعود تاريخها ويرتبط بتاريخ مأثرتها التاريخية سهرج الطويلة، وقد سكنها من بنى هذا الصرح العظيم، وقد يكون تاريخها أقدم من ذلك بكثير، إلا أنه بسبب الإهمال الذي طال محافظة عدن فإنه لم يتم إدراجها كمدينة تاريخية، ولم تدرج مدنها القديمة ضمن المدن التاريخية في اليمن. لفظة حوافي ومفردها حافة هي اللفظة المعروفة كما يطلق عليها أبناء عدن لكلمة حي أو أحياء. يحافظ حي الطويلة على نمطه المعماري الجميل، فسيلاحظ الزائر للحي عددا من المباني القديمة التي تجاوز عمرها المئة عام وما تزال محافظة على نمطها ورونقها الجميل، كما تتقارب المنازل مع بعضها البعض في حي الطويلة وكأنها بيت واحد مع وجود تلاحم قوي بين أبناء الحي، وهذه ميزة فريدة تنفرد بها عدن دونا عن غيرها. وكغيره من أحياء المدينة يتعرض الحي لفقدان الهوية التاريخية، وهم أبناء الحي يدقون ناقوس الخطر ويوجهون رسالة إلى الجهات المسؤولة بالكارثة التي تتعرض لها أحد أقدم أحياء المدينة. مشاهدي الكرام، إلى هنا ومن حافة الطويلة بالتحديد نصل وإياكم إلى نهاية فقرة معالم عدنية. ننتقل الآن بكم إلى فقرة طرافة ومع الزميل رايد. إليك رايد. حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان، حطني في عدن ولا في الشيخ. نقول شكرا لعلي ويا رب تكونوا استمتعتم مع علي فقرة معالم عدنية. اليوم معنا في فقرة طرافة كلمة عدنية جديدة وهي شقاديف. خلونا مع بعض نشوف رأي الشارع العدني بكلمة شقاديف، خليكم. والله هيبطنا صوت الطائرات المغرب، حد سافر وحد من رحلت. حياك الله. لازم لو قلنا معنا شقاديف. شقاديف يعني كلمة يا شقاديف قدامه. طيب ايش ممكن تعطينا؟ نسيه مشاركة.
ده انت جاي تسمع من اول اغاني صح؟ آه يلا كيف؟ ايش اسمه؟ ايش بكلمة انا شعري؟ شيء مشاركة منك شعر اغنية من اللي كنت تسمع قاعد تسمع حاول طب نكتة نكتة يلا خلاص يلا جراح سؤال يعني يلا اسمع شقادي 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 بعافية على البيت ولا ايش؟ شقادي شقادي بايش الدماغ ولا ايش؟ طيب ايش ممكن تعطيني؟ ايش شعر؟ اغنية شعر نكتة ليش ما اعرف؟ صعب تواقي رحلة من رحلة واقي رحلة تقوع انا طول يلا يا حاج يلا يا حاج لا واحد جاب الساعة وفرح قبل كل شيء كيف هذا الخبر؟ والله والله واحد شرى فراش راح ينام قريب على الاولام يلا يجرى سهيلة واحذر الدايمة بجنب واحترس عن وسيلة واحفظ الجود والمعروف من حين إلى حين حطني في عدن ولا في الشيطان والله واحفظ الجود والمعروف من حين إلى حين حطني في عدن ولا في الشيطان ولا في الشيخ عثمان حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان علي نومي ودمع العين عالخد يزيد واعتراني الظنا خايف على القلب يجمد حسي في الجوف من بعد المحب زاد تعرف عليك علي قباري حياك علي علي طبعا علي من الناس المهندسين في الديشات واللي اكثر واحد انا اجيب يصلح لي ديش علي تعرف عليك عمرو القاضي حياك عمرو حياك طيب ايش معكم اليوم يا والله نتمشينا نمشي كذا تمشي يعني كيف الاجواء الاجواء تمام حلوه معنى شقاديف شقاديف يعني سامان قديمه سامان قديمه وايش ثاني سامان هذه اللي كانت تستخدمها قبل فتره وقد انتبه طيب ايش ممكن تعطونا مشاركه من الشيخ مشاركه من الشيخ صعب قسم سين يلا يا. يعني مثل ايش اي شيء اغنيه شعر زامل نكتة اللي يجي منكم امشي لغزك بحاجة من قسم زي بعطيك لغز انا لا تعطيناش لغز انا اعطي درق اللغز لا طيب نكتة ها بيش نكتة طيب غنية غنية صوت لا لا علي انا اعرف صوت لا والله صوت المغلق طيب ايشي طيب قاضي حياك حياك غنية غني بدل يعني يلا غني غني والله ما عارف غني لا لا طبعا يلا السلام عليكم اسمع السلام عليكم هذا من حافتي اذا اشوفه هذا من حافتك طيب اسمك انت عمر حياك الله عمر ايش معك يا عمر قلت اللعب سخان سباح طيب ايش ما ايش معنى شقادي ايش شقادي شقادي انا حاجه ناس سمال وقيرو في ما مليان شقادي شقادي طيب ايش ممكن تعطينا مشاركه اليوم ايش قصدك نكته ولا حاجه نكته شعر اغنيه شعر معك شعر نكته نكته انا نكته في واحد تعرف على حبه صومالية سودة يحسب شمه حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان هيضتنا صوات الطائرات المغرد حد سافر وحد من رحلته جا معود شلني يا دري ولك معي جود وحسان حطني في عدن ولا في الشيخ عثمان كيف حالك؟ اخبارك؟ ايش كثير انا بتحرك ما خلي 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 وقفت ايش اخبارك؟ تمام مرتاح؟ ايش معنى شقادي؟ شقادي في سامان قديمه محتاج ايش الواحد يطرح مكان طيب ايش ممكن تعطيني احنا؟ ايش هاي؟ ايش نكته شعر اغنيه؟ لك صوتك حبيبي اطلع 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 من البحر بس عشان كلمتين سريع والله المحبة بلية يا رب تستر علي يا من أخاف أساسي شنجمة يا من أخاف أساسي شنجمة هي صبية ليبية اللي غدرت بيا هي صبية ليبية اللي غدرت بيا يا من أخاف أساسي شنجمة شكرا حبيبي حبيبي السلام عليكم السلام عبد الله كيف حالك؟ الله يحفظك اخبارك؟ الحمد لله طيب
لو قلنا معنا شقادي سامان يا شقادي ما سامان دار لا مش كدابه شقادي طبعا على الله انا ابيع طيب يمكن مشاركه من صاحب الفريق يلا انا لا مع القهران ابا وحقنا كمان وحقنا غير صاحبكم حقنا كمان يلا حقنا ايش تعطينا احنا من القهران نشتغل يا نكتة شعر الحمد لله تمام تعرف عليك اروان احمد محمد حياك مروان من وين المعرب ميدو برنس اها ميدو برنس حبيب قلبي ميدو برنس معنات شقاديف شقاديف كراديف كل شيء حلو حبيب قلبي معناته اقول لك انا الشقدفه وجدت لما اخواني مالكم الا كاميرا منا صغير شقدفه الشقدفه معناته تقل من انا بدالك مش كذا اللي يصور قاعد كذا طب ايش ممكن تعطي ها ايش بتعطي حميده نكته شنو نكته نكته حالي يلا كيف في مره واحد تمام محشش دخل امتحان خرج بالامتحان اصحابه قالوا له كيف الاسئله قال والله قابل اسئله صعبه جبت لهم سلام عرفت ليش جبت لهم اجوبه هم يعرفوا ليش على تحيه العربي يا رب تكونوا استمتعتوا معنا في فقر الطرافه ونكون مع بعض عرفنا معنى كلمه شقاديف واللي هي عباره عن الاشياء او العفش الزائد اللي يوضع في مكان معين في المنزل مثل الستور وغيره. يا رب تكونوا استمتعتوا معي بفقره الطرافه وخلونا الان ننتقل مع منى وفقره اسبقيه. سلام. زاد الهوى زاد النهوى زاد الشقا يا طائر الطير على بند. شكرا رائد. عدن سكان عدن اكلاتهم عاداتهم تقاليدهم زياراتهم كل ذلك وأكثر تتعرفون عليه في أسبقية. زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن على الهجر ما قدرش أنا أشوف يومي سنة على الهجر. يتميز المطبخ العدني بالعديد من المأكولات والمشروبات التي تتميز بها عدن. كل ذلك ستتعرفون عليه وأكثر في هذا التقرير. فالعصرية يعني العواف والملاي بطاط حمر العتر أكلات يومية عدنية لذيذة لا يستطيع العدني أن يتخيل يومه بدونها. بطاط أبو حمر هي أكلة عدنية شعبية وتعتبر من أشهر الأكلات التي تشتهر بها مدينة عدن منذ القدم، ويتم تقديمها في المناسبات البسيطة أعياد الميلاد وعطل آخر الأسبوع وفي جمعة البنات، وهي ما تسمى بالعواف. وتباع هذه الأكلة في معظم المطاعم والكافتيريات الشعبية في كافة مدينة عدن، ومكوناتها وطريقة تحضيرها بسيطة وسهلة ومتعارف لدى سكان عدن. وكل من يأتي إلى عدن لابد أن يذوق هذه الأكلة الشعبية، وتعد من التراث الشعبي في المأكولات، ويمكن من خلالها الحصول على دخل مادي عن طريق عمل ما يسمى بالكشك، وهو مكان صغير ومتواضع من أجل بيع هذه الأكلة. والكثير من سكان عدن يعمل في هذا المجال بيع البطاط أبو حمر ومكوناته الحمر وهو التمر الهندي. آيس كريم التواهي أو سكريم روتي أو السكريم ملاي أو السكريم فتة، وهو يعتبر من الأكلات الشعبية في عدن وأثار إعجاب العديد من سكان مدينة عدن وزوارها. وكل من يأتي إلى عدن لغرض الزيارة أو غير ذلك لابد أن يزور هذا المكان لأنه يتميز بمذاق أكثر من رائع. نحن الآن سندخل أول محل لبيع الإيس كريم، إيس كريم التواهي، وهو أقدم محل إيس كريم يقع في مديرية التواهي، وهو في الخمسينات بدأ في بيع الثلج، ولكنه في الستينات بدأ في بيع الإيس كريم. سكريم التواهي سنتعرف الآن على أحد مالكي هذا المحل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي هذا المحل أقدم محل نقدر نقول الإيس كريم. طيب في عام كم فتح هذا المحل بالذات؟ طبعا هو فتح في الخمسينات بس في عملية بيع الثلج كان في البداية، وفي الستينات كانت العملية في بداية عملية بيع الإيس كريم. من فين جت لكم فكرة بيع ايس كريم الملاي؟ نحن عارفين ايس كريم شوكولاتة وفانيلا، لكن ايس كريم ملاي؟ هذه الفكرة طبعا جت من الهند عن طريق عمي، هو أخو الذي جاب هذه الفكرة وقام بهذه العملية، ولا من أول كانوا عملية لم يشتغلوا ايس كريم ملاي. اللحوح وله فنون وأنواع،
منه ما يطبخ بدقيق الدخن أو دقيق القمح الأحمر أو بهما الاثنان، ومنهم من يفضله مع الحبة السوداء أو بدونه، مع السمن البلدي أو بدونه. الخمير أو المقصقص يوكل مع الشاي العدني في العصرية أو بعد صلاة الفجر، وهي أيضا من الأكلات التي تشتهر فيها مدينة عدن. من شتوى من سكر وزيت دقيق، دقيق اسمه سنابل أبيض أو. يعني الدقيق الأبيض. الدقيق الأبيض. أما السحاوق فهو مكون من بسباس أي فلفل حار أخضر وطماطم، وهو رفيق الغداء. أما العشار العدني أو مخلل الليمون، ومكون من البسباس الأحمر وحبة السوداء وقطعا من الجزر. ومن الأكلات العدنية الزربيان، المخبازة والمطفاية والعطرية وغيرها من الأكلات. خبز الطاوة والمقرمش والمطبقية أكلات عدنية جدا حلوة وبنحبها كثير. تعرفنا على عادات أهل عدن وأكلاتهم وطريقة عيشهم وزياراتهم جميعا. الآن إيش رأيكم بعد ما انتهت رحلتنا في أسبقية نروح إلى رائد ونعلي المزاج مع الشاي العدني؟ سكنية طائرة يا طائرة طير على زنب العدن. لكم شكرا منى، ويا رب تكونوا استمتعتوا معنا بفقرة أسبقية مع منى عبد المجيد. نواصل اليوم الجزء الثاني من حلقة شاهي عدني مع الشيخ والأستاذ الكبير صالح بن حليس. حياك الله. رجعنا لك مرة ثانية علشان بجد الحوار معك يشتي له يوم كامل، يعني عشان الكل يستفيد منك بجد ومن خبراتك ما شاء الله أستاذي. شكرا. توقفنا في الحلقة السابقة تقريبا في عملك وتجربتك في التلفزيون. يعني ما شاء الله انت كنت في تكلمنا عن الخطابه وعن يعني تجربتك في مجال الخطابه في الجامع، وتكلمنا عن مهاراتك في الاتصال والتواصل والدورات. نتكلم اليوم عن التلفزيون، تجربتك في التلفزيون، البرامج اللي قدمتها، كيف كانت تجربتك؟ والله شوف، الفضل بعد الله عز وجل الاستاذ حبيب احمد المخرج، كان مخرج البرامج الدينيه، الله طول بعمره ما زال ان شاء الله. نقول احلى تحيه طبعا. ايوه طبعا، انا بحييه لانه هو الذي يعني ادخلني الى التلفزيون في عام 1993. تلك الفتره كنا نقدم مواعظ دينيه مع بعض الاخوه المصريين اللي كانوا يشتغلوا في التربيه والمساجد، فكنا نحتاج برمضان نعمل نوع من تشينج على التغيير. فكنا نجيب كل واحد يلقي موعظة كذا، حلقات خفيفة، وكنت أنا أدير حوار مع بعض المشايخ والعلماء في فقرة دينية من فقرات برامج رمضانية. كانت دي البداية، مشيت فترة على هذا. تقريبا دي كانت في 93؟ في 93. 93 مشينا. بعدين 94 جت ما جت فيها أيوة كذا، توقفنا فترة. بعدين بعد يمكن 95-96 رجعت بشخصية مستقلة، أن أنا أعد برنامجي وأقدمه. ما حدش عد لي في الامور الدينيه برضه. فكانت في البدايه في الامور الدينيه، كانت اولا في الامور الدينيه، كنت في قضايا الاخلاق الفضائل وكذا مشيت حالي. بعدين بدات اتحول شويه وقدمت اول برنامج في التنميه البشريه، مفاتيح النجاح. استمر في عام تقريبا والله ما اناش ذاكر كثيرا، لكن هو في نهايه التسعينات، يعني من بعد ما دخلت في بعد ما اكتشفت انا بعد ما دخلت في التنميه البشريه اكتسبت خبرة برضو في التلفاز، لأنه صعب في التلفاز أنك تصبح أنت والكاميرا صديق، أنك تكلم الكاميرا كأنك جمهور. كان المخرج ما يقتنع عشان أنا أجيب مثلا مجموعة شباب عندي في الاستديو عشان يكون البرنامج تفاعلي، يعني لأنه كان تسجيل. فطبعا قدمت ذا البرنامج اللي كان من أكثر البرامج شهرة، وكان من إعدادي وتقديمي، اسمه مفاتيح النجاح، والحقيقة استمر سنة كاملة وما زالت حلقاته موجودة. بعدين شعرت أنه بحاجة نقدم برنامج آخر برضو جلس سنة كامل، اللي هو برنامج مودة ورحمة، بتكلم فيه عن العلاقة بين الزوجين وكيف ينبغي تتحسن دي العلاقة، وكنت أتكلم في مهارات الاتصال والتواصل، الكلام الطيب، الكلام الحلو وكذا، لأنه عندنا كثير من المشاكل الأسرية سببها عدم الاتصال أو التفاهم كذا، ما فيش يقولوا الإتيكيت، الكلام اللين، الحب كذا. حتى انك تكتشف في بعض الناس تقول له كم مره في اليوم تقول لزوجتك احبك، يقول لك عيب،
احنا مجتمع ما مش والفين على الكلام ده. ايوه مع انه ده الكلام موجود في سنه النبي صلى الله عليه وسلم. علاقته مع زوجاته كذا في قضيه كثير من القضايا اللي نحن لا ندرسها في المدرسه ولا نقولها في الجامع ولا في الجامعه. تمام. نحاول انه طبعا انا بعد ذلك تحولت ان انا اعطي دورات للشباب اللي هم قادمين على العرس بنسمى المشوره قبل الزواج، بحيث انه نحلحل كثير من القضايا الاسريه. بعدين قدمت برامج فكريه، كان من برامج اعتقد الاخ رافت اشترك معي في برنامج اقرا واخواتها، وانا بتكلم عن اقرا واخواتها كمطلع للنهضه، انه اول كلمه نزلت من الوحي اقرا واخواتها افلا يتفكرون افلا يعقلون افلا يتدبرون قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. نحن نخوض على تجربتين اساسيتين اللي هي تجربه الصين العظيم وكيف وصلت الصين لما وصلت اليه، وعندنا التجربه الماليزيه والتجربه التركيه كتجارب اسلاميه في العالم الاسلامي، اضافه للتجارب اليابانيه وغيرها كيف توصلوا الى الحضاره، مع انه نحن اللي بدانا الحضاره في القرون الوسطى. وفي فيلم ان شاء الله انا اهديك اياه صغير كان دعايه لمتحف لندن 1001 اختراع ومكتبه الاسرار، انه نحن اللي اكتشفنا اصل هذه الحضاره في الكاميرا. كان ابن الهيثم هو السباق في الاستطلاب، مريم الاستطلابيه، ابن الهيثم، ابن حيان في المختبر وغيرها. ففي كثير من غياب الوعي عندنا، فده تتجه في البرامج التلفزيونيه الى برامج ترسيخ الوعي او تجديد الوعي. يعني ما شاء الله كان في تنوع. كان في تنوع طبعا. في الفتره الاولى كنت انا بقدم برامجي وانا لابس الزي الديني، العمامه والكذا، بحكم انه البرنامج ديني. بعدين فتره من الفترات طرا علي المخرج انه ليش ما نغير النمط، وفي ناس في قنوات فضائيه بيقدموا بكوت وكرفتة وكذا، فحاولت انه يعني بيقولوا ايش محاكاة المكان والزمان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما اراد يستقبل وفود، عام الوفود اللي جاءت من قبائل العرب، قالوا له ما يصلح تستقبلهم كذا، لازم نعمل لك كذا بدله، اشتروا له قبه حمراء يستقبل بها الوفود. فلا باس انه الانسان يعني يلبس اللبس اللي يناسب المكان والزمان، بشرط انه يكون الملبس هذا لا ملبس لائق فيه يعني. فطبعا حظيت البرامج هذه بقبول كبير جدا يعني. ولما تحولت العدن الى فضائيه بدات يعني تتوسع اكثر، والحمد لله كانت البرامج كويسه جدا. كنت بعتبر نفسي كذا يعني، خلينا ندلع قليل، نجم نجم الله. طب ليش الان يعني حاجه زي كذا ليش ما تعادش مثلا، يا اما تعاد الحلقات او تعاد تقديمها مره، لانه حاجه زي كذا بعض الحلقات تعاد، لانه في ناس يقول لي شفناك اليوم بالتلفزيون، انا ما سجلت جديد. ففي حلقات تعاد يعني في بالذات يعني في بالنسبه للتواصل يعني. للمودة والرحمة زي ما تكلمت، دي حاجة المفروض تواصل يعني. والله أنا حتى اقترحت كنت على التلفاز أنه نعيد بعض الحلقات بثوب جديدة وكذا. أنا لازلت أشارك مع جميلة جميل في برامجها الرائعة، أحضر كضيف طبعا. كانت أول حلقة من برنامجها الجديد كانت حول اللغة العربية في يوم اللغة العربية العالمي، وطرحنا أفكار جميلة جدا يعني. فأنا أقول ما زلت تربطني يعني علاقة حميمية بالتلفاز، إنما انشغلت وكذا، فإن شاء الله تعود الأمور إن شاء الله يا رب. بجد يعني برامج زي كذا يا ريت نشتي قناة عدن الفضائية يعني تعود أحسن، أول قناة في في المنطقة كاملة. تلفزيون عدن مش ما جاش أمس ولا أول أمس يعني، عشان كذا أقول لك لازم والله قد يعني. وزي الأمور هذه يا ريت دائما تعاد، لأنه الجيل ما يبقى شو، الجيل بيتغير، فلازم نتوعي يعني. أكيد لازم أكيد ايوه أكيد بالفعل اكيد. بس انا برضو اتمنى انه كثير من الناس ما يشاهدوش قناه عدن يعني، مش قناه عدن بس، نتمنى في كل القنوات عشان في ناس ما تشوفش على بس تشوف قناه ثانيه وكذا. فيا ريت والله كويس، يا ريت انك تشترك في اكثر من قناه عشان الكل يشوفك. انا مستعد، رساله جميله من يعني من هذا الزاويه، اي قناه تحب انا ما عنديش مانع. اقدم برامج بحكم خبرتي في اعداد وتقديم البرامج. حلو استاذ. طيب اذا جينا تكلمنا الان برضو في التنميه البشريه وتكلمنا عن مشروعاتك للشباب، ايش المشروعات اللي جايه للشباب؟ يعني هو ان احنا يا ريت لو نستهدف طبقه الشباب، عشان انه الشباب الفتره هذه دائما هم اكثر عرضه لل 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 زي ما تقول يعني، بيتوجهوا للمخدرات، بيتوجهوا لل دحين معنا احنا السلاح، بيتوجهوا لي يعني اصبحت خامتهم او افكارهم خلاص بسرعه تنقلب الى ابسط شيء ينسيهم، اصبحوا فريسه فريسه لكل من هب ودب. ما قدرتش اعبر بس عن لا كويس. انا بقول لك انا الحقيقه في عام 2009 بدانا في عدن بمشروع تنشيط الشباب،
رعاية الأميدست، منظمة الأميدست ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية USAID. والمشروع ده بدأ بالقلوعة، بدأنا في نادي الروضة الرياضي، وبيقدم طبعا تمدد المشروع للتواهي، للمعلى، لأخور مكسر. الآن احنا في المنصورة، قفزنا إلى الوهد في لاحق، الآن احنا في أبين، زنجبار وقعار، في تمدد للمشروع. المشروع ده بيعطي الشباب فرصة انه يندمج مع المجتمع، اسمه ادماج الشباب في المجتمع، واسمه كده مشروع تنشيط الشباب. فكرة المشروع جميلة جدا، انه اولا بيقدموا استمارات بيتم فرزها، مقابلتهم، اختيار الانضج والاكفاءات طبعا ضمن الشروط الموجودة في الاستمارة. بنعمل لهم دورة في العمل الطوعي واعداد المشروعات الصغيرة المجتمعية، وشرط انه بعد ما يخلص الدورة بيقدم منحة لا تتجاوز $100 بينفذ مشروع في مدرسة، في مشفى، في الشارع، مشروع مجتمعي يشرك فيه بقية الشباب اللي دخلوا مع الدورة واللي ما دخلوا مع الدورة في الحارة، وهذا اللي بيخليه ينشط شوية يعني، واللي وثق طبعا. في صفحة لنا في فيسبوك مشروع تنشيط الشباب، موقع بحيث انه يعرضوا اعمالهم كذا، يوثقوا لانه التوثيق جزء. اخذوا دورة في التصوير، دورة في الاسعافات الاولية، ويا سلام تشعر انه الشباب بس اذا وجدوا من يعطيهم فقط الطرف الحبل هم يمشوا. ايوه، في كثير من الشباب فقط يحتاجوا الى دعم. انا بقول لكثير من التجار اللي بيوزعوا زكوات بشكل عشوائي انه ليش انا ما تجيب لي مبلغ اعمل دورات للشباب مثلا في الحاسو، اعمل له دوره في اللغه، اعمل له دوره في الحرف الصغيره والمشروعات الصغيره. لاحظ الان في اكثر من جهه بتتبنى مثل هذا، يعني مشروع وثبه، مشروع فرصه اللي تبناها سبيمس، مشاريع كثيره، بس الشباب كثير. وانت كم يعني بتير. ايوه، والشاب اذا وجد يعني انه يضع رجله بدايه الطريق على مشروع صغير ممكن انه يستقل بذاته ويعمل مشروعه الخاص وينهض. كثير من الشباب درس مثلا هندسه واليوم مدرب تنميه بشريه، او فتح محل جوالات، او صيانه طابعات، او مش عارف ايش. كثير يعني من الشباب طبعا اي مشروع يبدا صغير وبعدين يكبر. صح. والشركات الكبيره دي العملاقه اللي في العالم بدات يعني حاجات صغير. بسيطه جدا. فانا متفائل انه كل ما استطعنا انه نعمل برامج تدريبيه للشباب، انه انا املكك مهاره، اكسبك المهاره دي، وانت بعدين انطلق في الحياه يعني. استاذي بجد نتمنى لك التوفيق، ونتمنى بجد لمشروعاتنا هذه، مشروعاتنا ما بقوش مشروعك، وانما مشروعاتنا مع بعض انها تنجح، وانه بجد ينتشل الشباب من الافكار الفاسده، وانهم يكونوا فريسه. يا ريت انا كده لو سمحت لي في النهايه نصائح كده سريعه برقيه. يا ريت. انه الشباب يجب عليهم اولا ان يقراوا ويقراوا ويقراوا، لانه من يقرا يرقى ومن لا يقرا لا يرقى. هذا واحد. الشيء الثاني انه يجب على الشاب ان يكون عنده قراره المستقل، سواء في اختيار تخصصه الجامعي، أو في اختيار وظيفته، أو حتى اختيار شريكة حياته، ما يكونش إما علي من هب ودب. شيء ثاني، الصاحب ساحب والمرء على دين خليله كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ابتعد عن رفقة السوء الكثير الذي انقرفوا إلى مستنقع المخدرات، أو إلى مستنقع الإرهاب، أو إلى التطرف، أو إلى غيرها. يعني حاول أن تبحث عن الوسطية في الفكر، في الثقافة، في التعامل. ونحن أمة وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، فليش تروح كذا ولا تروح كذا؟ يعني قدر الإمكان أنا أقول أنه الشباب هم أمل المستقبل. نصيحتي الأخيرة أنه نخرج من دائرة اليأس والقنوط إلى دائرة التفاؤل والأمل، لأنه دي اللي بتصنع المستقبل. اليأس لا يصنع شيء، لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. نشكرك أستاذي بجد والله العظيم، كنا مستمتعين معك اليوم. زي ما قلت لك أنت موسوعة كبيرة، لازم الواحد يجلس معك أكثر من حلقة، لكن إن شاء الله يكون في معنا برنامج من 30 حلقة معك، علشان نقدر نخرج اللي نفكر يعني نفكر. إن شاء الله أستاذي فرصة سعيدة. الله يكرمك، حياك الله. نشكرك بجد، وشرف كبير لنا أنك كنت ضيف خفيف ولطيف. الله حلا برنامجنا. وأنا كمان أشكركم، وأشكر الطاقم كله اللي بيشتغل معنا، والقناة اللي بتبث البرنامج هذا. شكرا لك. شكرا لك استاذي. نقول سلام. يا على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجا، يا طائر الطير على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجا، طائر الطير على بندر عدن، زاد الهوى زاد النوى زاد الشجن.
هجر مقدرش انا.